ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والنجاح والسداد. انطلق مشاهدينا الأعزاء الشوط الأول الصباحي الرئيسي للبكار، هذا هو الشوط الأول، وجوائز نقدية قيمة من المركز الأول إلى المركز العاشر. نتمنى التوفيق للجميع. نتجه مباشرة إلى مقدمة الشوط، وتنطلق هذه السباقات دائما وهذه الفعاليات بالتوجيهات السامية من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الأعزاء، المركز الأول ومن تحتل صدارة الشوط برقية لمروان بن فرج بن غانم بن حمودة على مقدمة الشوط وفي المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، تصل شعاع لعبد الله بن ناصر بن حباب الهاجري على المركز الثاني. دور المركز الثالث، وصلت غزلان تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن سعيد آل بريس المري، انتقلت إلى المركز الثالث. بينما المركز الرابع تتواجد فيه وهج لمحمد بن علي بن عبيد آل مريزيق المري اللي على المركز الرابع. نشوف المركز الخامس مع أول كيلو متر مقطوع، تصل هنا متصدرة، تعود ملكيتها لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء ونداءنا الأول للخمسة المراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي. جوائز نقدية قيمة في صباح هذا اليوم، وجوائز عينية قيمة في مسائه. نتمنى التوفيق لكل المشاركين. نعود إلى المركز الأول وإلى التغيير الذي طرأ وجرى على مقدمة الشوط. غزلان انطلقت إلى المركز الأول وغيرت مجريات الأمور رأسا على عقب بهذا التقدم. هذه غزلان علي بن راشد بن سعيد البريصي المري، يقدم غزلان في صباح هذا اليوم في أول أشواط اللقاية، يستهل أشواط اللقاية بهذا التقدم الممتاز. المركز الثاني برقية مروان بن فرج بن غانم بن حمودة، والشعار الاقتصادي مع المركز الثاني شعار بن حمودة. دور المركز الثالث، يا سلام، شعاع عبد الله بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري على المركز الثالث، يقدم شعاع ويحضرها في هذا الشوط الأول. ونتمنى التوفيق للجميع، لشعاع وللمشاركين. شعار بن عبيد يصل على المركز الرابع، يتقدم مع وهج محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق، انتقلت من المركز الرابع إلى المركز الثالث مباشرة. شعار جمايل وغيرها من الهجن التي صالت وجالت في هذا العام وفي هذا الموسم. المركز الخامس تتواصل فيه متصدرة لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى. وما زالت على المركز الأول غزلان، مثل الغزلان تنطلق في صدارة الشوط. هذه غزلان كالغزال متصدرة وعلى المركز الأول. هذه غزلان علي بن راشد بن سعيد آل بريس على المركز الأول، ولكن وهج تضايق غزلان بهذا التقدم، وأيضا تحرك ملموس. يا سلام، هذه وهج محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق على المركز الثاني وفي طريقها إلى المركز الأول، إن واصلت على هذا المنوال. المركز الثالث، الله، شعار الاقتصادي وبرقية، برقية الفوز وبرقية الناموس مع المركز الثالث. مروان بن فرج بن غانم بن حمودة على المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم فيه متصدرة وتتسلل عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد على المركز الرابع. المركز الخامس، أول نداء للرياضية بطيب الناصر بن حمود المالكي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، ونحن نقترب من لوحة الكيلوين مترين الأخيرين، نقترب من لوحة الكيلو مترين الأخيرين، يعني 4 كيلومترات واشكت على الانقضاء، أو 3 كيلومترات واشكت على الانقضاء، ويتبقى 2 كيلو يا مضمرين. تتقدم وتتصدر وهج محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق في هذه اللحظات، تتصدر المنطلقات وتتقدم بهذا الشعار المميز، تخطف المركز الأول وتنفرد في هذه اللحظات بصدارة الشوط. وركز يا بن عبيد، ركز يا بن عبيد. وأيضا يرشحها ذلاب
يرشحها في هذا الشوط. نتمنى له التوفيق في ترشيحه. المركز الثاني اللي وصلت غزلان علي بن راشد بن سعيد آل بريص انطلقت في المركز الثاني. الله، ولكن وهج راحت بالناموس. وهج انطلقت مشاهدينا الاعزاء الى 1500 متر الاخيره. المركز الثالث تصل شوده، اول نداء لشوده لمحمد بن سالم بن مسلم النابت اللي انطلقت في المركز الثالث. المركز الرابع هنا اول نداء ايضا للغاليه سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على المركز الرابع بالشعار البرشلوني، ودخول عليها من الرياضيه بطيب الناصر بن حمود المالكي. هذه نتيجتنا ايها الاعزاء. نعود والعود احمد الى مقدمه الشوط الى المركز الاول. وهج تتوهج جمالا، تتوهج حيويه، تتوهج عطاء واشعاعا باختطاف المركز الاول. هذه وهج مشاهدينا الاعزاء. محمد بن علي بن عبيد ال مريزيق بشعار براق وبشعار جمايل اليوم تقدم الجمايل. هذه وهج اليوم تتجمل في اول اشواط اللقايه، تستهل هذا السن الكبير وهذا السن المثير. الله، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، وجمايل تفتتح هذا الكيلو بانفراد تام، بعرض جميل، باداء مميز. الله، يا سلام يا سلام. انطلقت جمايل وغزلان على المركز الثاني، علي بن راشد بن سعيد آل بريس، ولكن نبقى مع من تستحق النداء وتستحق الإذاعة بهذا التقدم الممتاز. شعار بن عبيد يسيطر على أول أشواط اللقاية في هذا المهرجان وفي هذا السن. مهرجان سيدي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة للقاية ولجميع الأسنان اليوم مع مالك هذا الشعار، مع مالك وهج. وسلام يا وهج، سلام سلام يا وهج، سلام. وهج لا تكتفي بالمركز الأول بل تقدم هذا العرض الممتاز مع شعار محمد بن عبيد، محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق المري. وسلام يا وهج، سلام سلام يا الشحان، يا سلام سلام يا الشحان، يا سلام. وسلام يا الريانة والسيرية وين ما يسكن محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق. تهارينا والناموس، واسعد الله صباحك على هذا العرض الممتاز. ومشكور مشكور يا محمد على هذه المواصيل التي وصلت إليها وهج في هذا الموسم وفي هذا الشوط. وسلام يا وهج، سلام سلام يا وهج، سلام سلام يا وهج، سلام. تهانينا والناموس، تحقق المركز الأول بانفراد تام وبدون أي منافس لحظات الوصول. تهانينا والناموس. المركز الثاني إذن وهج لمحمد بن علي بن عبيد المرزيق، تختطف المركز الأول. المركز الثاني الريم لمبارك بن سلطان بن قران المنصوري. المركز الثالث الغالية لسالم بن عنزان العنزان النعيمي. المركز الرابع المركز الرابع وصلت فيه غزلان لعلي بن راشد بن سعيد البريس المري. المركز الخامس كان من نصيب عطوة لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ووهج تختطف أول أشواط اللقاية وأول مسافة الخمسة كيلومترات في هذا اليوم وفي هذا الصباح. هذا هو ملخص الشوط. تهانينا والناموس لمالك وهج محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق المري. هذا هو ملخص الشوط. وهذه وهج، ومن الجانب الآخر غزلان من أيضا أبلت بلاء حسنا في هذا الشوط. وهنا العديد من الأسماء التي شاهدناها في ندائنا الماضي وفي مجريات ومسار الشوط. هذه وهج عندما انفردت بالمركز الأول بهذا الشكل الجميل والشعار الممتاز والجميل. 7:53، 97 جزء من الثانية هو توقيت وهج. تهانينا لمالكها محمد بن علي بن عبيد آل مريزيق المري. تهانينا والناموس. المركز الثاني المركز الثاني كان من نصيب الريم. أتت الريم في المركز الثاني قاطعة مسافة الشوط في 8:02.3 من الثانية. تهانينا والناموس المبارك من سلطان بن قران المنصوري. تهانينا المبارك من سلطان بن قران المنصوري ولراشد بن قران المنصوري. المركز الثالث وصلت الغالية 8:05.90 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الغالية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيم. إذن مشاهدينا الأعزاء شهدنا إثارة في هذا الشوط الماضي.